الحصة اللي فاتت يا شباب كنا اتكلمنا على قوانين الألفا اللي هو قانون ستيفلد والصيغ الرياضية المتعددة اللي احنا استنتجناها. أول صيغة لقانون ستيفلد مين يقولها؟ قول. يبقى الألفا بيساوي جذر الـ Ka على الـ Ca، الجذر على الاثنين. طيب بيساوي ايه كمان؟ قولي مين؟ تمام، عدد المولات المتفككة على عدد المولات الكلية قبل التفكك. يساوي يا احمد اسرور؟ جذر الكي بي على السي بي. الفا بيساوي كمان ايه يا اسماء الشناوي؟ يعني ما عادش جذر. طيب احنا عملنا ايه؟ نسبة التأيون على مين؟ على مين؟ يبقى الفا بتساوي نسبة التأين على كام؟ على 100. تمام، ألفا بتساوي إيه كمان؟ H3O موجب على CA بتساوي OH سالب على CB. تمام كده؟ خلاص يا جماعة كده؟ طيب قلنا كمان الألفا القانون اللي إحنا مسحناهم بيساوي جذر الKB على CB يساوي جذر ال Ka على ال Ca. ده 1 2 3 4 5 لسه. ايوه، عدد المولات المتفككة على عدد المولات الايه؟ الكلي قبل التفكك. ده كده بالنسبة لقوانين الايه؟ الألفا. النهاردة بقى هنشتغل على قوانين مهمة جدا، وهي برضو بتبقى تيجي في نفس المسألة أو مسائل شبيهة، فنخلي بالنا من المسألة دي أو القوانين دي. هنتكلم على قانون أو قوانين ال H3O موجب. قانون ال H3O موجب اللي هو قانون الهيدرونيوم. طيب احنا هنستنتج القانون وبعد كده نبقى نقول التعديلات بتاعته والصور الرياضية المختلفة اللي احنا بنشتغل عليها. حضرتك لو انت عندك حمض زي ده كده، حمض اسيتك CH3COOH، الحمض ده حمض قوي ولا حمض ضعيف؟ حمض ضعيف. التأيون بتاعه تام ولا غير تام؟ غير تام. بيتم تطبيق قانون فعل الكتلة عليه ولا ما بيتمش؟ بيتم. طيب احنا هنعمل له عملية تأيون في وجود الماء. فلما هيتأين في وجود المية ايه اللي هيحصل؟ قال هيعطي لنا CH3COO سالب زائد H3O موجب. تمام يا جماعه كده؟ طيب تعالى بقى حضرتك نكتب كده ال Ka. ال Ka اللي هو ال Kc اللي هو ثابت تأين الحمض. قول يا صوفيا كده ال Ka هيساوي على ايه؟ النواتج على المتفاعلات. في التفاعل ده النواتج على مين؟ على المتفاعلات. اي ثابت اتزان تأين بيساوي حاصل ضرب تركيزات النواتج على حاصل ضرب تركيزات المتفاعلات، كل منها مرفوع الاس بيساوي عدد المولات. طبعا لو كتبنا الحاله الفيزيائيه اقويس اقويس، ده هيبقى ليكويد وده هيبقى اقوى. خلاص يا جماعه كده؟ يلا نشوف النواتج بتاعتنا كده ونكتب. حد يمليني؟ ها؟ CH3COO سالب H3O موجب مقسومه على مين؟ على الحمض نفسه CH3COO H. خلاص يا جماعه كده؟ والميه ما بتتكتبش لانها ايه؟ سائله وتركيزها ثابت. طيب بعد ما كتبت لو انت بصيت في المعادله، لو ده هو ان اكس يبقى ده برضو ايه؟ اكس. لو ده الفا يبقى ده الفا. يبقى تركيز الهيدرونيوم بيساوي تركيز الايه؟ الاسيتات. يبقى انا ممكن اشيل واحد منهم واربع الثاني. خلاص كده؟ انا رايح اجيب تركيز مين؟ الهيدرونيوم. يبقى انا هشيل الاسيتات واقوم كاتب الهيدرونيوم ايه؟ تربيع. خلاص كده يا جماعه؟ نشيل الاسيتات ونحط الهيدرونيوم ايه؟ تربيع.
طيب واكتب handle ايه؟ الاسيتك زي ما هو. طيب دلوقتي هيبقى عندي ادا الكي اي وادا الهيدرونيوم تربيع، هشيل السي اي او هشيل الحمض واكتب سي اي، كلمة سي اللي هو التركيز والاي اسيد يبقى تركيز الحمض، خلاص كده؟ وبناء عليه يبقى الكي اي هتساوي دي، ماشي يا جماعة كده؟ طيب انا عاوز الهيدرونيوم يبقى في جنب لوحده، يبقى الهيدرونيوم تربيع، ها؟ تربيع لسه تربيع، هيساوي مين؟ الكي اي في السي اي، خلاص يا حاج كده؟ طيب ادي الهيدرونيوم قلنا بيساوي مين؟ جذر الكي اي في السي اي، خلي بالك غير الالفا، ليه؟ لان الالفا كانت بتبقى كي اي على دي كي اي مضروبه في مين؟ في السي اي، خلاص يا جماعه كده؟ تركز بقى في القانون ده، انا هرجع للقانون بتاع ستيفلد. ستيفلد كان قايل لي ان الكي اي بيساوي الفا تربيع في مين؟ في السي اي، هشيل الكي اي واحط اللي بيساويه، ماشي يا جماعه كده؟ هنشيل الكي ونحط مين اللي بيساويه، يبقى انا كده هعوض اهو عن الكي اي بمين؟ بالالفا تربيع في السي اي. يلا اكتب ادا الهيدرونيوم اهو هيساوي الجذر زي ما هو، شيل الكي وحط مكانه الفا تربيع في مين؟ في السي اي، دول مكان الكي اي مضروب تاني في مين؟ في السي اي، يبقى هنا كده الهيدرونيوم بيساوي ايه يا حاج؟ ها؟ بيساوي مين؟ جاز الفا تربيع في السي اي تربيع، واضح الكلام ده؟ حلو، تعالى بقى حضرتك شيل الجذر مع التربيع، يبقى الهيدرونيوم هيساوي مين؟ الفا في سي اي، ده كده القانون رقم كام؟ ادي واحد، ها؟ وده القانون رقم كام؟ اتنين، يبقى ده القانون رقم اتنين للهيدرونيوم. طيب تعالى بقى حضرتك اكتب ده كده، ادي الهيدرون، انا من القانون ده الاول عاوز اجيب له السي اي بيساوي ايه؟ السي اي بيساوي مين؟ الكي اي على الفا تربيع، تمام كده؟ شيل حضرتك السي وعوض عنه، يبقى انا هجيب الهيدرونيوم كده بيساوي، ها؟ جذر مين؟ الكي اي في السي اي، وهكتب كده عوض، ها؟ عن السي اي بتساوي الكي اي على الفا تربيع، يلا يا حاج ادي الهيدرونيوم بيساوي جذر الكي اي، سيبه زي ما هو، في مضروبه كمان في الكي اي مقسومه على مين؟ الفا تربيع، يبقى الهيدرونيوم بيساوي ادي الجذر ادي الكي اي، ها؟ تربيع مقسوم على مين؟ الفا تربيع، شيل الجذر مع التربيع، يبقى الهيدرونيوم، ها؟ بيساوي كي اي، شيلنا الجذر مع التربيع، ها؟ يبقى الكي اي على الفا، خلاص يا حاج كده؟ ده القانون رقم كام يا حاج؟ ثلاثة، ماشي؟ طيب تعالى بقى حضرتك نعمل ايه؟ اهو هنكتب قوانين الهيدروني، يلا حاج مين يمليني؟ يلا جذر الكي اي في السي اي، ده هو القانون، بيساوي الفا في سي اي بيساوي كي اي على الفا، دول اللي احنا استنتجناهم، تمام؟ طيب تعالى بقى ركز معايا، الهيدرونيوم اهو كمان يا شباب بيساوي 10 اس سالب البي اتش، وده ان شاء الله كمان شويه نعرفه، يبقى ده كده قانون رقم كام؟ واحد، قانون رقم اتنين، قانون رقم تلاته، قانون رقم كام؟ اربعه،
قانون رقم 5، الهيدرونيوم بيساوي 10 أس سالب 14 على تركيز مين؟ الهيدروكسيد. تمام؟ طيب سيب القوانين دي وتعالى نعمل حاجة جميلة. هنستنتج قوانين الـ OH سالب، قوانين الايه؟ الهيدروكسيد. قوانين مين؟ الـ OH سالب. هنجيبها ازاي؟ نفس الفكرة اللي احنا عملناها. حضرتك هتجيب له قاعدة ضعيفة زي الـ NH4OH، تعمل لها عملية ايه؟ تقايد. مين يكمل المعادلة ديت؟ NH4 موجب زائد OH سالب. طيب احنا عاوزين نكتب الـ KB. الـ KB اللي هو ثابت تأين القاعدة الضعيفة، هيساوي حاصل ضرب تركيزات نواتج على المتفاعلات، يبقى هيساوي مين؟ NH4 موجب في OH سالب على NH4OH. طيب أنا رايح أجيب الهيدروكسيد والاتنين بيساووا بعض، خلاص كده؟ يبقى أنا هشيل الأمونيوم وأحط الهيدروكسيد تربيع، يبقى ده الـ KB بيساوي الهيدروكسيد تربيع مقسوم على مين؟ NH4OH. هنشيل دهيت ونحط مكانها CB، يبقى الـ KB بيساوي الهيدروكسيد تربيع على مين؟ وبالتالي الهيدروكسيد تربيع هيساوي الـ KB في الـ CB. طب الهيدروكسيد بس جذر الـ KB في السي بي. طب لو جه في مسألة من المسائل ديت وطلب تركيز الأمونيوم، ما هقول له الأمونيوم زي الهيدروكسيد. لو جه في مسألة هناك وقال لها تركيز الأسيتات، ما هو تركيز الأسيتات زي مين؟ الهيدرونيوم. خلاص يا جماعة؟ يبقى هنا كده في الآخر أقول له ده هو برضه بيساوي مين؟ الأمونيوم، لأن إحنا كنا جايبينهم الاتنين بيساووا بعض في الأول. تمام يا جماعة كده؟ طيب حضرتك بقى دلوقتي عندك الهيدروكسيد اهو، قلنا بيساوي مين؟ جذر الكي بي في السي بي. ده القانون رقم كام؟ طيب ادي القانون رقم 2، رقم 3، 4، 5. استنتجهم لي يلا كده بسرعه. يبقى هنا كده هيساوي، ايوه ها، الفا في سي بي بيساوي كي بي على الفا بيساوي 10 اس سالب البي او اتش اللي هو الاس الهيدروكسيل بيساوي شاطره ها 10 اس سالب 14 على تركيز مين؟ الهيدرونيوم الاتش 3 او موجب. ليه يا حاج؟ عشان احنا دلوقتي هناخد القوانين بتاع تأين الميه، وهنقول ان حاصل ضرب تركيز الهيدرونيوم اللي هو الاو اتش في الهيدروكسيد، الهيدروكسيد اللي هو الاو اتش في الهيدرونيوم اللي هو الاتش 3 او موجب، ده بيساوي 10 اس سالب كام؟ 14. يبقى اي واحد منهم بيساوي 10 اس سالب 14 مقسوم على الثاني. خلاص يا جماعه كده؟ ده كده القوانين بتاعتنا المهمه على الهيدرونيوم والهيدروكسيد. تمام يا شباب؟ ده الشغل اللي احنا قلنا. قلنا عندنا عندما يتفكك حمض ضعيف مثل حمض الخليج تركيزه C ايه عند اذابته في الماء حسب المعادلة اللي قدامي دي. ادي المعادلة بتاعتي. قلنا عندنا الكي ايه هيساوي مين على مين؟ النواتج على المتفاعلات، هيدرونيوم مضروب في اسيتات مقسوم على مين؟ على الحمض. طيب الهيدرونيوم قلنا بيساوي مين؟
الاسيتات، فهنشيل الاسيتات ونحط هيدرونيوم تاني، فيبقى هيدرونيوم فيدرونيوم، يبقى هيدرونيوم ايه؟ تربيع. بعد كده هنقسم على تركيز الحمض، هنشيل الحمض ونكتب مكانه سي اي، وبالتالي هيبقى عند الكي اي بيساوي الهيدرونيوم تربيع على السي اي. طيب هنا هيبقى عند الهيدرونيوم اهو تربيع هيساوي جذر او بيساوي الكي اي في مين؟ في السي اي. حضرتك بعد كده هتعمل ايه بقى؟ هتشيل التربيع وتحط هنا ايه؟ جذر. خلاص باخد الجذر التربيع للطرفين، فيبقى عندك الهيدرونيوم بيساوي الجذر التربيع للكي اي في السي اي، او بيساوي الفا في السي اي، او بيساوي 10 اس سالب البي اتش. نزود عليهم الحاجات التانيه، قلنا بيساوي كمان الكي اي على مين؟ على الفا. بيساوي كمان في كمان قانون خامس سنة. ايوه الفا في سي اي موجود، لسه في قانون خامس اللي هو 10 اس سالب 14 على تركيز مين؟ الهيدروكسيد. ده القوانين بتاعتي. طيب تركيز عيون الهيدروكسيد زيه بالظبط اهو، بيساوي الجذر التربيع للكي بي في السي بي، بيساوي الفا في السي بي، بيساوي 10 اس سالب البي اتش، بيساوي ها البي بيساوي تركيز بيساوي 10 اس سالب 14 على الهيدرونيوم، بيساوي الكي بي على الف. ده كده القوانين بتاعته. خلي بالك بقى في النقطه دي لانها مهمه قوي. بيقول لي في حاله الحمض القوي، في حاله الحمض الايه؟ القوي. الحمض القوي ده زي ال HCl او ال H2SO4. يعني ايه حمض قوي حاجة؟ يعني تمت ايون. يعني ايه تمت ايون؟ يعني كل جزيئاته تتحول الى ايونات. ال HCl هيتأين الى H موجب زائد Cl سالب. طب وده هيتأين الى 2H موجب و SO4 سالب 2. طبعا ممكن نكتبه هيدروجين وممكن نكتبه ايه؟ هيدرونيوم، لانه هيطلع يتحد بمين؟ بالميه. فانا كده لو عاوز تركيز الهيدرونيوم هقول له ده هو لو نص يبقى ده زيه نص، وده زيه نص، ده هو لو اتنين ده هو هيبقى اربعه. ليه؟ عشان ضربنا في كام؟ في اتنين، وده هيبقى كام؟ اتنين. فبيقول لي تركيز الهيدرونيوم بيساوي تركيز الايه؟ الحمض مضروب في عدد ايونات الهيدروجين فيه. ده في حاله الحمض نمو القوي. طيب لو انت عندك قاعده قويه زي مثلا CaOH/2 ده هيدروكسيد كالسيوم، قاعده قويه تمت التأين. طيب لو احنا عينا هتعطي ايه؟ Ca موجب 2 زائد 2OHa سالب. طيب حضرتك دلوقتي لو ده تركيزه 1/10 يبقى ده 1/10، وده هو هيبقى 2 في 1 من 10. يبقى ازاي بنجيب له تركيز الهيدروكسيد في القواعد القويه؟ تركيز القاعده في عدد ايونات الهيدروكسيد. ازاي بنجيب له تركيز الهيدرونيوم في الاحماض القويه؟ تركيز الحمض في عدد ايونات الايه؟ الهيدروجين في الحمض. خلاص يا جماعه كده؟ ديت مهمه جدا. القواعد الضعيفه هي القواعد التي تتأين في المحلول المائي تأين جزئي. اشهر قاعده ضعيفه هيدروكسيد الامونيوم. من اشهر القواعد الضعيفه اللي موجوده عندي في المنهج الثانيه مين؟ موجود عندك هيدروكسيد الحديد الثنائي، هيدروكسيد الحديد الثلاثي، هيدروكسيد الالومنيوم، اللي هم كانوا رواسب في الباب الايه؟ الثاني. تعتبر النشادر ان هيدريت قاعده. طيب احنا عندنا مفهومين لازم نخلي بالنا منهم. في حاجه اسمها ان هيدريد حمض، وحاجه اسمها ان هيدريد قاعده. ايه هو الانهيدريت حمض وايه هو الانهيدريت قاعده؟ الانهيدريت حمض اللي هو حمض ما فيش فيه هيدروجين، او حمض فاقد الميه بتاعته، حمض فاقد ماء. طيب وانهيدريت قاعده؟ قاعده فاقده ايه؟ ماء. طيب تعالى كده نكتب الاس او 3 وندي له ميه H2O هيعطي لنا H2SO4. يبقى نقول على ثالث اكسيد الكبريت انهيدريت ايه؟ حمض. حمض منزوع منه ميه. لو اتفاعل مع ميه او دفع ميه يعطي لنا مين؟ الحمض. ماشي يا جماعه كده؟
طيب عندك ال CO2، لو انا فعلته مع H2O هيعطي مين؟ H2CO3 عيطة حمض. يعتبر دلوقتي ال CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون انا هيدريد ايه؟ حمض. انا هيدريد ايه؟ حمض. ليه؟ لانه لو داب في الميه بيعطي حمض، لذلك كان بيقول على ديت اكاسيد ايه؟ حامضيه، اكاسيد حامضيه. طيب احنا عندنا النشادر NH3 لو انا ضفت لها ميه H2O او HOH، ها ال H هتتحد مع دي كده فيبقى NH4 زائد OH، تبقى NH4OH. لذلك بيقول النشادر انهيدريد ايه؟ قاعده. ليه انهيدريد قاعده؟ لان عند ذوبانها في الماء بتكون هيدروكسيد مين؟ الامونيوم، وهو قاعده ضعيف. واضح يا جماعه كده؟ طبعا في مسائل بقى كتير اهيت على حساب تركيز ايوني الهيدروجين ومين؟ والهيدروكسيد. الفكره عندك ان انت تطلع المعطيات وتشوف المطلوب بتاعك، والقانون هيجي مباشر معاك وتعوض. احسب تركيز ايون الهيدرونيوم، يبقى الهيدرونيوم ده مطلوب في محلول 1/10، يبقى ده التركيز بتاع الحمض، يبقى ده السي اي. عند درجه حراره 25 مش هستخدمها في حاجه، ها ثابت التأيون بتاعه اللي هو مين؟ الكي اي. يبقى القانون بتاعي جذر الكي اي في السي اي، وعوض تعويض مباشر. المساله اللي بعدها بيقول لي اذا كان ثابت الاتزان الكي اي لحمض اهو بيساوي ثابت الاتزان اللي هو مين؟ الكي اي اهو. احسب تركيز ايونات الهيدرونيوم في محلول حجمه، في محلول حجمه واحد ايه؟ لتر، وعطلنا عدد مولات. من الحجم وعدد المولات بجيب له مين؟ التركيز. يبقى اول خطوه تركيز الحمض بيساوي عدد مولات على حجم المحلول بالايه؟ باللتر. وطبعا طالما الحجم واحد يبقى التركيز بيساوي عدد المولات. طيب بعد ما جبت التركيز بقى عندي دلوقتي السي اي وعندي الكي اي، ناخد الجذر التربيعي الحاصل ضربهم، يبقى الهيدرونيوم بيساوي الكي اي في السي اي. المساله دي زادت عن اللي فاتت ان انا جبت التركيز في خطوه ابتدائيه. اذا كان ثابت اتزان لهيدروكسيد الامونيوم يبقى اسمه كي بي، لان هيدروكسيد الامونيوم قاعده ضعيفه، ها في محلول تركيزه ربع مول على اللتر يبقى ده اسمه السي بي. احسب تركيز ايون الهيدروكسيد، يبقى الهيدروكسيد بيساوي جذر الكي بي في السي بي. اضرب الاثنين في بعض وحطهم تحت الجذر. خلاص يا جماعه كده؟ احسب ثابت اتزان لقلوي ضعيف، ثابت اتزان قلوي ضعيف اللي هو مين؟ الكي بي. ها التركيز احد الهيدروكسيد، في هيدروكسيد واحد، ها التركيز بتاعه يبقى ده مين؟ السي بي. اذا علمت ان تركيز ايونات الهيدروكسيد، حضرتك شوف هنا كده معايا، ادي تركيز الهيدروكسيد بيساوي مين؟ بيساوي جذر الكي بي في السي بي. انت عاوز مين؟ الكي بي. ربع الطرفين كده يبقى ده الهيدروكسيد تربيع هيساوي الكي بي في السي بي في السي بي. ماشي يا جماعه كده؟ طيب بعد كده انت عاوز دي، يبقى تقسم هنا على سي بي وتقسم هنا على السي بي، شيل دي مع دي، يبقى الكي بي بيساوي الهيدروكسيد التربيع على مين؟ على السي بي، اللي هو اصلا كان قانون وسطي واحنا بنستنتج قانون الهيدروكسيد. عوض بقى تعويض مباشر، يبقى انت عندك الكي بي دلوقتي هيساوي، ها الهيدروكسيد عندي كام؟ 35 من 100 تربيع مقسوم على السي بي، السي بي عندي بكام؟ عكسنا ده السي بي، ماشي السي بي عندي هنكتبه تحت اللي هو 35 من 100، والكي بي اهو، لا ده معكوس يا جماعه استنوا كده صح. احسب ثابت اتزان لقلوي الكي بي هيدروكسيد احاد الهيدروكسيد تركيزه ادى السي بي، اذا علمت ان تركيز ايونات الهيدروكسيد، تركيز ايونات الهيدروكسيد تربيع، تمام. تركيز ايون الهيدروكسيد هيبقى 1.5 في 10^-5 كل تربيع، اظن هو اللي موجود هنا. خلاص ماشي يا جماعه كده؟ تأين المية بقى. المية بتتأين ازاي؟ الماء الكتروليت ضعيف. الماء
الكتروليت ضعيف. طيب الماء الكتروليت ضعيف، الماء بتتأين في وجود ماء، اده H2O هيتأين في وجود جزء مية تاني اللي هو H2O، هيطلع H من هنا يتحد مع المية ديت فيعطلنا، هيعطلنا H3O موجب، وأيون الهيدروكسيد هيطلع لوحده. يبقى دلوقتي ايه اللي حصل يا جماعة؟ أيون هيدروجين من المية دي طلع اتحد مع المية دي تكون ايه؟ هيدرونيوم وأيون الهيدروكسيد. طيب هنا بيقول لي تبسيط المعادلة، احنا هنكتب مية هتتأين لهيدروجين ومين؟ وهيدروكسيد. عندي بقى هنا كده ال KW بيساوي مين؟ نواتج على المتفاعلات. طب هي المية بتتكتب؟ هنشيلها ونحط مكانها كام؟ واحد. اهو، ونظرا لأن مقدار ما يتأين من الماء لا يذكر، قليل يهمل، كما يتضح من قيمة ثابت الاتزان، فإن تركيز الماء غير المتأين يعتبر مقدار إيه؟ ثابت. وبالتالي هنشيله، فيبقى عند الكي دبليو اللي هو اسمه حاصل أيوني للماء، اسمه إيه؟ حاصل أيوني للماء. الحاصل أيوني للماء حاصل ضرب تركيزات أيونات الهيدرونيوم والهيدروكسيد الناتجين من تأين الماء، حاصل ضرب تركيزات مين ومين؟ أيونات الهيدرونيوم والهيدروكسيد الناتجين من تأين الماء، ده بيساوي مقدار كام؟ 10 أس 14، وهو مقدار ثابت. كان الأول يجيبه علل، ويجيبه حد دلوقتي في الأزهر ويقول له علل، الحاصل الأيوني للماء بيساوي 10 أس 14، هتقول لأنه حاصل ضرب تركيز أيون الهيدرونيوم في أيون الهيدروكسيد، وكل منهما يساوي 10 أس سالب 7. 10 أس سالب 7، ف 10 أس سالب 7 بيساوي 10 أس سالب 14. والكلام ده عند درجة حرارة 25، دي درجة حرارة الغرفة. درجة الحرارة لما بتتغير قيمة ثابت اللي هو حاصل أيوني للماء بيحصل له إيه؟ بيتغير. أهو. الحاصل الأيوني للماء هو حاصل ضرب تركيزي، مين وفي مين؟ أيون الهيدروجين، فأيون الهيدروكسيد الناتجين من تأيون الماء هو مقدار إيه؟ ثابت، ويساوي 10 أس سالب 14 مول لكل لتر. عند درجة حرارة، درجة الحرارة هي العامل الوحيد الذي يؤثر في قيمة أي ثابت من ثوابت الاتزان. إذا لو غيرنا درجة الحرارة هيتغير الثابت ده. لو رفعنا درجة الحرارة إيه اللي هيحصل؟ ثابت الاتزان ده هيزيد. ليه؟ لأن تأين المية هيزيد، وبالتالي تركيز أيون الهيدروجين هيزيد، تركيز أيون الهيدروكسيد هيزيد بنفس المقدار، حاصل الضرب بتاعهم يحصل له إيه؟ يزداد. ركز. الماء النقي متعادل التأثير. ليه متعادل التأثير؟ عشان عندك هيدروجين وهيدروكسيد الاثنين بيساووا ايه؟ بعض. طب انا لو رفعت درجة الحرارة في حاجة هتحصل في التعادل؟ لا، الاثنين برضو هيساووا ايه؟ بعض. طيب الماء النقي متعادل التأثير، حيث ان تركيز ايونات الهيدروجين المسؤول عن الخواص الحموضية بيساوي تركيز ايون الهيدروكسيد المسؤول عن خواص الايه؟ القاعدية. العلاقة بين تركيز ايونات الهيدروجين وايونات الهيدروكسيد في تأين الماء بس تبقى علاقة، خلي بالك هنا العلاقة ديت نركز فيها عشان تبعد عن تأيون الماء. هي لو انت عندك حمض وعندك قاعدة، لو انت زودت تأيين الهيدروجين في الحمض او القاعدة التاني بيقل، يعني واحد بيزيد التاني بيقل، لان حصل ضربهم مقدار ايه؟ ثابت. اما عند رفع درجة الحرارة في الماء بتبقى العلاقة بينهم علاقة ايه؟ طردية. يبقى هي دائما عكسية، تبقى العلاقة دائما ايه؟ عكسية، إلا في حالة رفع درجة حرارة الماء، إيه اللي بيحصل؟ يزداد تركيز كل منهما، ودي الحالة الوحيدة اللي بتبقى العلاقة بينهم علاقة إيه؟ طردية. خلاص يا جماعة؟ طيب أنا عاوز أشوف بقى موضوع العلاقة العكسية ديت. التاني بيقل. بص يا حاج، لو احنا قلنا عندنا مثلا اده الهيدروكسيد بيساوي 10 اس سالب 2، يبقى الهيدرونيوم هيساوي 10 اس سالب 12. ليه؟ عشان حاصل ضربهم يساوي 10 اس سالب كام؟ 14. لازم حاصل ضربهم. تعالى بقى حضرتك،
انزل بدي، مش ده 10 اس سالب 2؟ خلاها 10 اس سالب 4، يبقى ديت هتبقى 10 اس سالب 10. ماشي، خلي دهيت 10 اس سالب 6، يبقى ديت 10 اس سالب كام؟ 8. خلي دهيت 10 اس سالب 7، يبقى ده 10 اس سالب 7. وانت نازل تحت كده ايه اللي بيحصل لدي؟ تقل. انت نازل تحت ايه اللي بيحصل لدي؟ تزيل. يبقى في هنا علاقه ايه؟ عكسيه بين الهيدرونيوم والهيدروكسيد. خلاص يا جماعه كده؟ يبقى هنا العلاقه ما بين الهيدرونيوم والهيدروكسيد علاقه عكسيه. صلى على النبي. في جدول في كتاب المدرسه بيدرس العلاقه دي. فقام مزود كده وقام كاتب هنا حاجه اسمها البي اتش والبي او اتش. البي اتش وده بي او اتش. ايه البي اتش؟ البي اتش ده بيساوي سالب لوغاريتم الهيدرونيوم، والبي او اتش بيساوي سالب لوغاريتم الهيدروكسيد. طيب ايه سالب لوغاريتم؟ ده 10 اس سالب كام؟ لو جيت اخد الاس السالب بتاعها او ناخد سالب لوغاريتم لها هتطلع معايا 2، وده هتبقى كام؟ 12. ده هتطلع كام؟ 4. وده هتطلع كام؟ 10. ديت هتبقى كام؟ 6. وده هتبقى كام؟ 8. ده هتبقى كام؟ 7. وده هتبقى كام؟ عاوز اقول لك حاجه، ان البي اتش زائد البي او اتش بيساوي كام؟ 14. خلاص، وحاصل ضرب الهيدرونيوم في الهيدروكسيد بيساوي 10 اس سالب 14. يبقى دلوقتي حضرتك حاصل ضرب الهيدرونيوم في الهيدروكسيد بيساوي 10 اس سالب 14. البي اتش زائد البي او اتش بيساوي 14. خلاص يا جماعه كده؟ واضح؟ طيب ركز بقى معايا. البي اتش والبي او اتش بينهم علاقه عكسيه. واحده تزيد الثانيه تقل. بمعنى لو عندي البي اتش 1 يبقى البي او اتش 13 عشان يبقوا كام؟ 14. لو البي اتش 2 يبقى الثانيه 12. لو البي اتش 3 يبقى الثالث 11. خلاص كده؟ يبقى العلاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه، واحد يزيد الثاني يقل، واحد يزيد الثاني يقل. خلاص كده؟ طيب يبقى احنا قلنا عندنا العلاقه ما بين البي اتش والبي او اتش علاقه ايه؟ عكسيه. طيب العلاقه ما بين البي اتش وتركيز الهيدرونيوم برضو علاقه عكسيه. ازاي؟ ما هو حضرتك ركز معايا، ادا الهيدرونيوم وده الاتش وده البي اتش. الهيدرونيوم 10 اس سالب 1، يبقى ده كام؟ 1. الهيدرونيوم 10 اس سالب 2 ب 2. الهيدرونيوم 10 اس سالب 3. الهيدرونيوم 10 اس سالب 4. الهيدرونيوم 10 اس سالب 5. وانت نازل كده ايه اللي بيحصل؟ بتقل. وانت نازل كده دي بيحصل ايه؟ تزيد. ماشي يا جماعه كده؟ طيب يبقى حضرتك دلوقتي عندك العلاقه ما بين الهيدرونيوم و البي اتش هتبقى علاقه برضو ايه؟ عكسيه. طيب العلاقه ما بين الهيدرونيوم والهيدروكسيد قايلينها من الاول علاقه ايه؟ عكسيه. طيب وده هتبقى برضو علاقه ايه؟ تمام؟ يبقى حضرتك هتحط البي اتش قصادها البي او اتش، والهيدرونيوم قصاده الهيدروكسيد، وتعمل مربع ومستطيل بالشكل ده، وكل اللي بره ده علاقات ايه؟ طب لو عملنا كده تبقى علاقات ايه؟ طرديه. بمعنى ايه؟ البي او اتش والهيدرونيوم علاقه طرديه، البي اتش والاو اتش هتبقى علاقه ايه؟ طرديه. خلاص يا جماعه كده؟ ده ملخص للي احنا كنا عاوزينه. ماشي؟
لان ولا وان؟ خلي بالك بقى من ديت، الجملة الأخيرة ديت عشان نحل أسئلتنا. بيقول لي هنا عند إضافة حمض الماء عندنا مية، المية البي اتش بتاعتها بكام؟ البي اتش بتاعت المية، البي اتش للمية، البي اتش 7، مش الماء متعادل؟ يبقى البي اتش بتاعته كام؟ 7. طيب بيقول لي احنا لما هنحط حمض في المية ايه اللي هيحصل؟ قال لي هنا الحمض هيزود تركيز ايون الهيدروجين، مش انت عندك الميه بتتأين وبتعطي هيدروجين وهيدروكسيد؟ لما نحط حمض يبقى انا كده زودت ايه؟ هيدروجين. ده اسمه تأثير الايون المشترك، تأثير الايون الايه؟ طيب انا دلوقتي زودت هيدرونيوم، فلما هزود هيدرونيوم يبقى التركيز بتاع الاتش زاد، يبقى البي اتش يحصل له ايه؟ يقل. تركيز الهيدرونيوم زاد يبقى البي اتش تقل، تركيز الهيدرونيوم زاد يبقى البي اتش تقل. في ناس بتجيبها بشكل مختلف، انت عندك الميه متعادله، لما احط لها حمض يبقى ماء محمض بقى فيه حمض، يقوم ايه اللي يحصل للبي اتش للميه؟ البي اتش الميه يحصل ايه؟ تقل. ليه؟ لانها بقت حامضيه. خلاص يا جماعه كده؟ طيب هنا حضرتك، وانا مش جاي هنا يعني السبوره مش باينه كلها؟ ازاي يا جدع؟ خلاص مفيش مشكلة. يبقى يزداد تركيز ايون الهيدروجين الموجب، وبالتالي ايون الهيدروكسيد السالب بيحصل له ايه؟ يقل، واحد بيزيد والتاني يقل. ها، وبالتالي يقل تفكك الماء. ليه هتقل تفكك المية؟ ما حضرتك زودت مين؟ ناتج. فيقوم التفاعل ينشط في الاتجاه نو العكسي. خلاص كده؟ طيب، وبالتالي هتقل قيمة مين؟ البي اتش، وتزداد الايه؟ الحامضيه. طب اعكس، انت عندك هنا ايه؟ ميه بتتأين لهيدروجين وايه؟ وهيدروكسيد. حط قاعده قويه، القاعده البي اتش بتاعتها ايه؟ عالي، فهتشد البي اتش للميه وتطلع لفوق، فيبقى الماء ماء قاعدي. خلاص كده؟ فالبي اتش يحصل له ايه؟ تزيد. ده بالتفسير بيقول لي هيزيد تركيز ايون الهيدروكسيد السائل، يبقى الهيدروكسيد زائد. خلاص كده؟ يقوم الميه ترجع كده، فيقل تأين مين؟ الماء في الآخر. فهيزيد تركيز أيون الهيدروكسيد، وبالتالي يقل تركيز أيون مين؟ الهيدروجين. ها، وبالتالي يقل تفكك الماء، وتقل وتزداد قيمة مين؟ البي اتش، وتصبح المادة بتاعتنا أو الماء ماله؟ قاعد، أو الوسط قاعد. الأس الهيدروجيني والأس الهيدروكسي، قيم تركيزات ايون الهيدرونيوم وقيم تركيزات ايون الهيدروكسيد في المحاليل المائيه تكون صغيره ايه؟ نسبه. في المحاليل المائيه الهيدروجين والهيدروكسيد بيكون النسبه بتاعته مالها؟ صغيره، لان الماء الكتروليت ضعيف. لذا اقترح العلماء بقى طريقه اسهل للتعبير عن الحامضيه والقاعديه، بدل القيم الصغيره والاس السالب والكلام ده، فهم مايلين نعمل ايه؟ البي اتش. البي اتش او البي او اتش، الاس الهيدروجيني او الاس الايه؟ الهيدروكسيلي، وهو سالب لوغاريتم تركيز ايون الهيدروجين او سالب لوغاريتم تركيز ايون الهيدروكسيد. اللوغاريتم السالب للاساس 10 بتاع تركيز ايون الهيدروجين يبقى سالب لوغاريتم تركيز ايون الهيدروجين. ماشي يا جماعه الخير؟ طيب احنا عندنا اهو الهيدرونيوم بيساوي 10 اس سالب مين؟ البي اتش. بمعنى ايه؟ انا بقول لك ان الهيدرونيوم عاوزينه، واعطي لك قيمه البي اتش بتساوي 12 مثلا، فتقوم تقول لي الهيدرونيوم هيساوي 10 اس سالب كام؟ 12. خلاص ماشي يا جماعه؟ ودي طريقه من طرق حساب مين؟ تركيز الهيدرونيوم. الاس الهيدروكسيل هيبقى اللوغاريتم او سالب لوغاريتم الهيدروكسيد. طب لو عاوز الهيدروكسيد ها، يبقى 10 اس سالب مين؟ البي او اتش. واضح يا جماعه كده؟ ده بالنسبة ليه؟
الاس الهيدروجيني والاس الهيدروكسيلي. تطبيق العلاقات السابقه على معادله الحصر الايوني للماء باخذ اللوغاريتم، هنلاقي عندنا ان سالب لوغاريتم الكي دبليو، ايه سالب لوغاريتم الكي دبليو؟ الحاصل الايوني للماء. مش الحاصل الايوني للماء بيساوي الهيدرونيوم في الهيدروكسيد؟ طيب احنا هناخد سالب لوغاريتم ده وسالب لوغاريتم الهيدروجين وسالب لوغاريتم الهيدروكسيد، هنلاقيهم بيساوي سالب لوغاريتم 10 اس سالب كام؟ 14. لذلك انا قلت لك البي اتش والبي او اتش دايما بيساوي كام؟ 14. لو عرفت واحد بتجيب الثاني. عمليه تأيون الماء من العمليات ايه يا جماعه؟ المص. عند زياده درجه الحراره هتزيد قيمه مين؟ الهيدرونيوم والهيدروكسيد والكيداب. ليه؟ لان لما هزود تأيون الميه التفاعل هيمشي في الاتجاه الطرد. يمشي في الاتجاه الطرد يبقى الايونات تركيزها هيزيد، اللي هو تركيز ايون الهيدروجين وتركيز ايون الهيدروكسيد، ولما نضربهم في بعض الحاصل بتاعهم برضه يحصل له ايه؟ يزداد. طيب تقل قيمه كل من البي اي اتش والبي اتش والبي كي دبليو، ازاي يا حاج؟ هنفترض احنا كنا بنقول ان كنا بنقول ان احنا عندنا الهيدروكسيد في العادي بيبقى 10 اس سالب كام؟ 7. والهيدرونيوم 10 اس سالب 7. وده كان بيبقى 10 اس سالب كام؟ 14. هنفترض كده ان احنا رفعنا درجه الحراره فالتركيز زاد من 10 اس سالب 7 ل 10 اس سالب 6. هو كده زياد؟ والتاني هيبقى 10 اس سالب كام؟ 6. يبقى ده 10 اس سالب كام؟ 12. خلاص؟ طيب ده الهيدروجين والهيدروكسيد والكيدابي. طيب الاولاني ده كان كام؟ البي او اتش كانت بكام؟ ب 7. ها ديت بقت كام؟ 6. دي كانت كام؟ 7، أصبحت كام؟ 6، دي كانت كام؟ 14، أصبحت كام؟ 12، فالتركيزات زادت والبي اتش والبي او اتش والبي كي دبليو قل. خلاص يا جماعة كده؟ مع ملاحظة إن الماء بيظل متعادل في جميع درجات الحرارة، ليه؟ لأن المية لما بتتأين بطاقة هيدروجين وبطاقة إيه؟ هيدروكسيد بنفس النسبة، فبيفضل الهيدروجين بيعادل مين؟ الهيدروكسيد. ولكن عند درجة حرارة ولكن هذه العلاقه اللي هي البي اتش زائد البي او اتش بتساوي 14 بتكون عند درجه حراره كام؟ 25 بس. البي دبليو هتقل. نعم. لا احنا نجاوب على السؤال واحده واحده. انت بتزودي الحموضيه يبقى هتزودي مين؟ تركيز الهيدروجين. يبقى البي اتش هتقل يبقى البي او اتش هتزيد. ماشي؟ ما ناخدهاش كلها مرة واحدة. العلاقات اللي احنا عاملينها. طيب العلاقة بين الهيدروكسيد والهيدرونيوم علاقة عكسية. طيب العلاقة ما بين الكي دبليو والاو اتش، الكي دبليو ده مقدار ايه؟ ثابت. لا يتغير الا بتغير درجة الحرارة. وده برضه هيبقى مقدار ايه؟ ثابت. وده كمان بيبقى مقدار ايه؟ ثابت. وده مقدار ايه؟ ثابت. ليه؟ لأن ده ثابت 10 أس سالب 14. وده هو ثابت 10 اس سالب 14 وده هو ثابت 14 وده هو ثابت 14 والكلام ده كله عند درجه حراره كام يا جماعه؟ 25. خلاص؟ فهنا هتلاقي كل ده ثابت ثابت ثابت. العلاقه بين البي او اتش والبي اتش علاقه ايه؟ عكسيه. يعني لو زودنا الهيدروجين الهيدروكسيد بيقل، زودنا الهيدروجين البي اتش هتقل. خلاص كده؟ والبي او اتش تزيد. بصوا كده معايا للحته دي. انت عندك مقياس البي اتش بيبدا من صفر لحد كام؟ 14. صفر واحد اتنين احماض قوي. ماشي؟ والمفروض معاهم ثلاثه كمان يعني المفروض ان احنا عندنا ثلاثه معاهم. 3 4 5 6 هيبقى ايه؟ ضعيف ها؟ 8 9 10 11 ضعيف. اه كنا بنقول السبعه بتبقى متعادله ولما الضعفاء حوالي. السبعه بتبقى متعادله ولما الضعفاء ايه؟ حوالي. فهنا لما يجي يسالني بقى الضعيف والقوي والكلام ده فتخلي بالك من دول. هنا في عطلنا امثله والامثله ديت موجود منها حاجات في كتاب المدرسه تخلي بالك منها. يعني مثلا حمض الكلور في الميه بيبقى صفر. حمض الكبريتيك بيبقى احيانا صفر، حمض الهيدروكلوريك بيبقى صفر، فده الحموضيه بتاعته مالها؟ عاليه.
عصارة المعدة بتبقى واحد، الليمون بيبقى اتنين، يبقى ده الانتباه حموضة ايه؟ عندك بقى خل وتفاح وبندورة وموز وحليب وماء نقي، خلاص كده؟ الأشكال، إيه بقى الأشكال ديت؟ ديت طرق اللي هو مقياس البي اتش الورق اللي بيحدد قيمة البي اتش، مش عليا دي كانت في ثانوي. قيمة البي اتش المحاليل الحامضية مقارنة ما بين الحمض والقاع. قيمة البي اتش أقل من 7. قيمة البي او اتش أكبر من 7 لأن العلاقة بينهم علاقة إيه؟ عكسية. تزداد قوته كلما اقترب البي اتش من إيه؟ من صفر. الحمض القوي صفر واللي جنبه. وبيزداد الضعف كلما اقترب من إيه؟ من 7. المحاليل القاعدية قيمة البي اتش ليه أكبر من كام؟ من 7. وقيمة البي او اتش أقل من إيه؟ من 7. وبتزداد قوة القاعدة كل ما بعدت عن السبعة وقربت من ال 14. الجهاز المستخدم في قياس